تزخر فعاليات وبرنامج مهرجان صلالة السياحي بمجموعة متميزة من العروض التي تجسد الحضارة العريقة لسلطنة عمان الشقيقة، حيث حمل مهرجان هذا العام اسم عمان الرخاء والنماء، والذي يستعرض من خلاله النقلات النوعية التي شهدتها السلطنة في العقدين الأخيرين. وللتعرف أكثر على المهرجان، الزميلة خولة الجرينيس تنقل لنا تفاصيله من خلال التقرير التالي. أجواء خريفية منعشة ممزوجة برذاذ غيث كحبات الألماس يسيل على وجنات زوار مهرجان صلالة، يستقبلونه بابتسامات عريضة ويواصلون في الوقت ذاته استمتاعهم بفعاليات المهرجان التراثية التي تسعى إلى إبراز المفهوم الشعبي من خلال مجموعة من المعارض تقدم تلك الأفكار بأسلوب متميز. المهرجان هذا له دور كبير في استقطاب السياح من جميع دول الخليج ودول الوطن العربي ايضا، فانه يعني في مثلا في هذا المكان الاشياء التراثيه، الاشياء الخاصه بدولتنا يعني، والخاصه بصاحب الجلاله بالنفس يعني، وايضا بالنسبه للمعارض الاخرى الذي يعني تعرض بضائعها مثلا او انه في الالعاب الترفيهيه وكذا يعني، ف تكون مكان يعني جميل للسياح انهم يقضوا وقت ممتع في الفتره المسائيه في المهرجان. مهرجان الصداقه والسلام، مهرجان يعبر عن الصداقه بين السلطنه والشعوب العربيه والخليجيه، وهذه الصور مختلفه مع دول الحكام العربيه والاجنبيه، وتعتبر صله بين السلطنه والدول الاخرى. هي كصور تذكارية كي يشوفها الزائر في المهرجان، صور قديمة لصاحب الجلالة والحديثة. مهرجان هذا العام احتضن الكثير من الأفكار التي تدل على التطور الذي تشهده السلطنة في مختلف المجالات، ولم يقفل القائمون على القرية إحياء فكرة التراث من خلال القرية التراثية التي احتضنت كما كبيرا من الحرفيين والحرفيات العمانيين والعمانيات، والذين يستعرضون بدورهم مجموعة من الفقرات الخاصة بأشهر الحرف اليدوية، مؤكدين في الوقت ذاته على أن سلطنة عمان لا زالت مهتمة بتراثها. الشيء المميز في المهرجان بشكل عام هو التراث بأنواعه، الأشياء اللي كنا زمان أجدادنا القديمين يعني أول الناس الأوليين اللي كانوا بيحترفون المهن زي السعفيات والجلديات ما شاء الله، نفس الشيء الفخاريات، أشياء كثيرة ما شاء الله، بس الحين بدوا يطوروهن بشكل جديد بلمسات جديدة. في هذا العام التفاعل جيد، وبخصوص هالأجواء الحلوة ما شاء الله تجذب الناس في المهرجان، وطبعا المهرجان من سنة لسنة ما شاء الله الفعاليات تتغير ويصير للأفضل. في الآونة الأخيرة الحمد لله بدوا يتوجهوا إلى الحرف التقليدية ويقتنوا الأشياء اللي هي الأشياء القديمة، أشياء موروث الآباء والأجداد، ونحن بدينا في أعمالنا هذه بحرفة الخشبيات بشكل عام، بدينا نطور يعني القديم نجدده بشكل يواكب الجو اللي نحن فيه حاليا. إلى ذلك فإن زوار خريف صلالة يتمايلون طربا على أنغام 50 فرقة للفنون الشعبية تتولى تقديم لوحات فلكلورية شعبية طربية بألوانها ومفرداتها المستمدة من التراث العماني الأصيل. فعاليات جذابة زينتها الحرف اليدوية العمانية القديمة بأنواعها المتفردة بأصالتها وعراقتها، رسمت من خلالها البهجة والفرحة لدى زوار المهرجان. من صلالة الجمال، خولة الجرينيس، لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.